ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. وصلنا للفقرة الطبية. طبعا بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر 20 ديسمبر، كان لازم نتكلم عن مبادرة اسمها قاطع الأبيض مع الأناسيليوم. كلام كتير جدا على السوشيال ميديا وفكرة عظيمة جدا بتتبناها خبيرة التغذية نهال حافظ، مشترك فيها وبتدعمها ناس كتير. الحقيقة كلنا فعلا عايزين نقاطع الأبيض ونمنعه من حياتنا تماما، لأن أغلب مشاكلنا الصحية والأمراض المزمنة وزيادة الوزن السمنة بسبب كل ما هو أبيض، من سكر لملح لدقيق أبيض مكرر. بس نعمل إيه؟ الأبيض طعمه حلو قوي، علشان كده كلنا بنحبه وما نقدرش نستغنى عنه. لكن مع الأناسيليوم خبيرة التغذية نهال حافظ وعدتنا ووعدت كل متابعينا وكل متابعيها إن الرحلة هتكون أسهل كتير، وزي ما عودنا بدون حرمان طبعا. هنعرف منها تفاصيل اكتر وهتجاوبنا على بعض الاسئله المتابعين. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، منورانا ومشرفانا. يعني المبادره دي عامله شغل عالي، وعايزه اقول لك انا بشكرك اولا عشان الانظمه الصحيه اللي نزلناها خاصه باصدقائنا متابعينا. شكرا على على صفحتي، وهم في انتظار. انا بوعدك اهو، بوعدكم قدام الدكتور انتظار الحاجات الجميله، الانظمه الخاصه بمرضى السكر. حاضر يا عيوني. وقولي لنا بقى موضوع مبادره قطع الابيض دي جات لك منين الفكره دي يا دكتور؟ بص، الفكرة دي جات لي لأسباب كتير قوي. جات لي أول حاجة عشان اليوم العالمي لمرض السكر 20 ديسمبر، ده رقم واحد. جات لي كمان أن أنا لما كنت برا مصر كان ناس كتير جدا بتاكل معجنات وبتشرب حاجات كتير سخنة، وجسمهم مش مليان، لأن هم بيتبعوا يعني بيستخدموا السكر اللي هو الدايت، أو بيستخدموا كمان الدقيق اللي هو الحبة الكاملة. فجات لي فكرة أن احنا ليه ما نقللش مرض السمنة، أو إن عن طريق أن احنا نقطع كل ما هو أبيض أو كل ما هو غير صحي ونبدله بحاجات صحية. المبادرة دي ميزتها أن هي أسلوب حياة مش دايت لفترة مؤقتة. يعني دايما بقول للناس أنا مش عاوز دايت لفترة مؤقتة، مش عاوز أعمل دايت مثلا 3-4 أسبوع أو أسبوعين أو شهر بالكتير وبعد كده أرجع أكل يعني اكتر من الاول. انا عاوزه اعمل نظام او اسلوب حياه صحي اقدر اكمل بيه بقيه حياتي. فاسلوب الحياه الصحي يعني اول حاجه ان احنا نقطع كل ما هو ابيض، سواء السكر نبدله بالسكر الدايت سيسيل، ممكن الملح بنبدله بالملح الصحي اللي هو هملاي، ممكن كمان اللي هو الدقيق الابيض نبدله بدقيق حبه كامله او دقيق بالشوفان او دقيق بالالياف، اللي هو نبدا نلاقي بدايل عشان نقدر نكمل حياتنا بيها، وده يبقى اسلوب حياتنا الصحي مش مجرد دايت لفتره مؤقته. طب قول لنا بقى دور الاناسيليوم هنا مع المبادره دي. دور الاناسيليوم مع المبادره دي ليه دور مهم جدا. يمكن ناس كتير جدا لما تقولها نقطع كل ما هو ابيض بيجي لها حاله من الرعب او القلق او التوتر. ايه ده؟ هو انا اقدر اعيش من غير سكر؟ هو انا اقدر اعيش من غير ملح؟ هو انا اقدر اعيش من غير النشويات؟ في ناس بالنسبه لها النشويات اساسيه في حياتها، حاجه بتديها متعه او حاجه هم بيحبوها او حاجه. في ناس كتير قوي بعد ما تاكل نشويات تقول لك انا حاسه بانبساط، انا يعني عندي متعه. فهنا الالياف الاناسيليوم هتعوضنا عن حاجتين. اول حاجه هتعوضنا عن النشويات اللي احنا اصلا قلنا هنبدل الدقيق اللي هو الابيض بدقيق حبه كامله، وفي نفس الوقت الالياف فيها الياف عباره عن فايبرز، فهي هتعوضني عن الاحساس اللي انا اللي هو النشويات اللي انا عاوزاه، لان هي هتحسسني بنفس الاحساس ده، هتحسسني بالنشوه او بالمتعه او ان انا مبسوطه جدا، او احساس اللي انا ايه فل او بطني مليانه او مش محتاجه احساس النشويات ده. تاني حاجه ان هو في ماده السكرالوز، اي حد بتقطع منه السكر بيحس باحساس توتر وقلق وزهق وبيبقى متضايق. فانا الياف الاناسيليوم فيها ماده السكرالوز اللي هتديني نفس الاحساس بتاع السكر او نفس طعم السكر، هتديني الاحساس ان انا خدت حاجه مسكره. بس الميزه هنا حاجتين، اول حاجه ان ما فيهاش سعرات حراريه، الجسم مش بيعرف يتعامل معاها زي ما بتدخل زي ما بتخرج بالظبط، لا بيعرف يمتصها ولا يهضمها. فانا كده دخلت جسمي حاجه ادتني احساس المسكر 10 اضعاف السكر العادي، وفي نفس الوقت ما لهاش سعرات حراريه. والاجمل من كده كمان ان السكرالوز اللي موجود في الياف الاناسيليوم ليه ثبات حراري، فان انت تقدر تدخله. يعني السكرالوز عموما اللي هو سواء في الالياف او سواء في السكر السيسيل ده بيقدر يدخل اللي هو تستخدميه في المطبخ، ويقدر يدخل في المعجنات. حاجه كمان عاوزه اقولها، كده انا اديتهم الاحساس بتاع النشويات وبتاع السكر، فهم لما اقول لهم مبادره وهديكم الالياف والالياف دي هتعمل 1-2 غير ان هي هتحسسني بالشبع،
هي رقم واحد هتحسسني بالشبع فهتخليني اكل بكميات اقل. طب رقم اتنين، رقم اتنين هتعوضني عن احساس اللي هو ان انا قطعت النشويات. طب رقم تلاتة، رقم تلاتة هتحسسني هتديني نفس الاحساس بتاع السكر الابيض اللي انا برضو قطعته، هحس وانا بشربها ان انا مبسوط ان انا حاجه مسكره يعني طعمها حلو. فدي حاجه حلوه. تاني حاجه ان الالياف الانسوليم نفسها حلوه جدا للناس اللي عندهم امساك، حلوه جدا ان هي بتظبط سكر الدم، حلوه الناس اللي عندها السكر عشان بتظبط سكر الدم. صح. فليها كذا فايدة، بتعمل ديتوكس للناس اللي عندها القولون، هي بتعمل ديتوكس للقولون، فليها كذا فايدة ممكن يعني غير ان هي غير ان هي مفيدة للمبادرة، هي مفيدة للصحة العامة بشكل عام يعني. طب دي حاجة انا عارفة يا دكتور، لما نزلت الـ يعني النظام الصحي اللي بعتيهولنا للناس العادية لقيت في ناس تقول لي ايه، انا والله فضلت كده ماشية ستيب باي ستيب كده لحد ما قطعت السكر خالص. ما ده الميزة بقى، حاجة حلوة يعني. اذا في ناس عندها ما شاء الله ارادة كويسة، كتير جدا بيبقى عندهم ارادة وكتير جدا بيبقى عاوزين تمشيهم على التراك. ما انا ممكن اديها يعني برضو ممكن اديها النظام وتقولي انا مش قادره. يمكن يعني عشان نكون صراحه ان مرض السمنه او مريض السمنه عموما بيكون عارف المفروض ياكل ايه وما ياكلش ايه، بس هو كل يوم ايه بكرة. أنا هبدا بكره. لا بصي يا دكتور، انا ان شاء الله من بكره هبدا. يمكن كورس الانسوليم هو اللي بيساعدهم اكتر ان هم ياخدوا الخطوه. ان انا ايه يا ستي، حتى لو قلت ان انا هبدا بكره وخدتي الكورس، انت من نفسك هتلاقي كميات اكلك قلت. فهيبقى عندك دافع او باور ان انا اكمل. حتى لو بتاكل بالليل يا دكتور على فكره، حتى اما هي مش هتبقى قادره تاكل بالليل غير بكميات قليله. كمان في ميزه حلوه قوي، ان دايما اللي بيبدا دايت يقول لك ايه، انا نزلت 4 كيلو في الشهر كله فانا عندي احباط، فانا الكورس هيخليني انزل من 8 ل 12 كيلو، فهيديني الدفع او الباور لا انا هكمل. أيوة. لان انا عاوزه اخس 30 و40 كيلو كمان. طب احنا جانا من ضمن الاسئله اللي في ناس بتبقى يعني شويه مختلط عليها الامر، فعايزين نعرف الحقيقه بتاعته ايه. هل فعلا وسائل المنع الحمل اللي بتستخدم احيانا لبعض السيدات بتاثر فعلا على زياده الوزن؟ تمام، هي وسائل منع الحمل بعضها بيأثر على الوزن، وفي نفس الوقت بيعمل احتباس للميه، وكمان هي بتبقى هرمونات صناعيه فطبيعي بتأثر علينا، تمام، او بتعمل لخبطه في جسمنا، فطبيعي بتأثر على ان هي بتزود الوزن. عشان كده لازم نختارها اما نيجي ناخد وسائل منع الحمل، نحاول نختارها يعني بشكل نقرا كتير قبل ما نستخدم اي حاجه، او نقول للدكتور احنا عاوزين ناخد حاجات ما تكونش بتشتغل او بتبوظ الهرمونات او بتبقى يعني تعمل لخبطه ليها تاثير فعال. لكن لو هي بتاخد ده وبتاخد الانسيليوم هيبقى في استجابه يا دكتور؟ بصي هو بيبقى في استجابه، بس برضو يعني لو انا مثلا هنزل 4 كيلو في الاسبوع او 3 كيلو ممكن انزل 2 كيلو او كيلو ونص، هي بس دي الفرق. في استجابه بس ممكن تبقى اقل من الشخص الطبيعي. طبيعي. طيب الناس بقى اللي بتقول لنا دلوقتي، واحد تقول ايه، انا عندي نهم في اكل السكريات ولو ما اكلتش حاجه مسكره بحس اني زي المدمنه لازم اكل سكر. ساعات بيحصل الحاله دي دينا احنا في العادي يا دكتور احيانا بالليل كده فجاه معرفش ايه بيبقى ايه السبب. بصي اقول لك على حاجه، حاجه فعلا مسكره بس هي عندها نهم في الاكل السكر. بصي في ناس بيبقى عندها نهم في اكل السكريات، وفي ناس فعلا لما بتبطل السكر فعلا بيحصل لها هبوط، يعني بتحس بهبوط او بتحس ان هي في عندها مرحله انسحاب حاجه معينه، اكنها زي المخدرات كده، ان انا فعلا في مرحله انسحاب او مرحله ان انا مبطله حاجه، فعارفه جسمك مش طبيعي. ده كلها اعراض على فكره حقيقيه، هي مش بتبالغ، هي بتبقى زي اعراض انسحاب لحاجه معينه من جسمي، بتبقى اعراضها صعبه جدا. فهي مش يعني اللي هي بتقول انا مش مستغرباه، لان دي من اهم علامات ان انا عندي مقاومه انسولين. يمكن مقاومه الانسولين احنا اتكلمنا عنها كتير قبل كده، وطلعت ترند على السوشيال ميديا وناس كتير بقى عندها مقاومه انسولين. هو مش مرض، هو عرض، بس الفكره ان ملوش اعراض معينه، بس من اعراضه ان بقى عندي نهم من السكريات. لان الناس اللي عندها مقاومه انسولين بتبقى 24 ساعه بتاكل او بتنقنق، فطول الوقت البنكرياس عندها شغال ان هو يضخ انسولين لخلايا الجسم كله، فكل شويه البنكرياس بيضخ انسولين بيضخ انسولين بيضخ انسولين، بيجي في وقت معين الخلايا كلها اوريدي بقت مليانه او بقت فل، فهي بتيجي في الوقت ده السكر او البنكرياس لما بيضخ انسولين ما بيلاقيش، خلاص الخلايا قفلت مش عاوزه سكر تاني، فبيبدا ان هو يتحول لدهون في الكبد. فهي نهم السكريات دي عرض من اعراض مقاومه الانسولين، هي محتاجه في وقتها تاخد حاجه زي كورس الانسيليم اول حاجه عشان
مقاومه الانسولين من اعراضه او حل مقاومه الانسولين ان احنا نبدا نمشي على نظام الصيام المتقطع. انا ما اقدرش اخلي حد بقاله ست يعني بياكل خمس ست مرات في اليوم واجي مره واحده اقول له امشي على الصيام المتقطع اللي هو كل مرتين في اليوم. فعشان كده انا ساعتها بدلها كورس الانسيليم تمام، بحيث ان هو نبدا نمشي على الصيام المتقطع ونبقى مش حاسين ان احنا مدروخين، او ما يبقاش عندنا نهم لا للسكريات ولا للنشويات. فحل النهم بتاع السكريات او حل مقاومه الانسولين ان انا امشي على الصيام المتقطع، وما اقدرش في نفس الوقت ان انا اخلي حد بياكل خمس ست مرات ان انا اخليه يمشي على الصيام المتقطع ان هو ياكل مرتين في اليوم بس. فعشان كده بدلها كورس الانسيليم ان هو يعمل بالك في المعده فيخليك تاكل بكميات اقل من اللي انت متعود عليها، وفي نفس الوقت ما يحصلكش النهم بتاع لا السكريات ولا النشويات. طب احنا معانا تليفون ناخد ريحاب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله حبيبتي، اهلا وسهلا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. والله دكتور انت عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا بكلم حضرتك بالنسبه للكورس بتاع العلاج ده، حقيقي وكويس جدا وعمل معايا حاجات كتير والله. طب ما تقولي لنا يا ريحه تجربتك مع الاناسيليوم ايه؟ كنت كام وبقيتي كام كيلو؟ انا كنت 95 بس خدت شهر وفصلت وما جبتش تاني. تمام. ودلوقتي حاليا يعني انا نازله عليه شهر بس 15 كيلو. حلو قوي. طب ما كملتيش ليه؟ المفروض بقى نكمل. انت طولك قد ايه؟ ما انا هكمل باذن الله. طولك قد ايه يا رحاب؟ طولي 146 كيلو. 146 49 146 ماشي. تمام يفرق معانا. لا احنا طبعا عاوزين محتاجين كمان 20 كيلو كده عشان يعني نبقى وصلنا للمظبوط. طب ونزلتي بالنسبه للميزان نزلتي 15 كيلو، طب بالنسبه بقى لمقاسات لبسك؟ لا المقاسات فرقت كتير جدا عن الميزان. تمام. اكتر من الميزان. طب كنت لابسه يعني كنت بتلبسي كام وبقيتي تلبسي كام؟ يعني انا كنت بلبس مثلا ثلاثه، عمري ما كنت بجرب واحد اكسترا. دلوقتي بيبقى واحد اكس بيبقى حلو خالص وبيبان جسمي خالص. طب حلو حلو قوي، ان شاء الله تكملي وتوصلي كمان انك تلبسي سمو باذن الله. لا وهو يعني صراحه الكل جدا وبيفيد الشهية وباكل كل حاجه، يعني الدكتوره حتى اللي انا متابعه معاها دكتوره سهناء ما قالتليش مثلا خدي نظام كذا او كذا او كذا، قالت لي كل اللي انت عايزاه، بس يعني الواحد اصلا مالوش نفس ان هو ياكل حاجه. تمام. كنت واخده الكورس في الاناسيليم كنت واخده في ايه بالظبط؟ كنت واخده كورس كنت واخده الاعصاب ونقص وكبسولات. تمام اوكي ماشي. تمام. طبعا انا بشكر دكتور شيماء على المتابعه الممتازه مع رحاب. 15 كيلو في شهر حلوه قوي طبعا، وكانت واخده الكورس المكثف فيمكن عشان كده وصلت النتيجه دي كويس، وهي مجتهده واضح. هي عايزه توصل للتارجت. هي عايزه توصل للتارجت ده حقيقي. طيب دكتور دلوقتي عايزين نقول حاجه، الناس اللي بتفكر انها تخس من غير ما تلعب رياضه، هل ممكن نخس فعلا من غير ما نلعب رياضه؟ بصي طبعا ممكن. هو انا بس عاوزه اقول حاجه بالنسبه للرياضه. هي يا جماعه الناس بتروح تعمل رياضه بتروح تعملها عشان الصحه العامه وعشان تنشيط الدوره الدمويه وعشان اصلا تبني كتله عضليه. عشان العضلات او الكتله العضليه هي موتور الحرق. فنعلم معانا معدل الحرق. يعني انا ممكن بالنظام الغذائي مع الكورس هخس بشكل حلو قوي. الرياضه هي بتعمل شيب، اللي هو انا بكون نزلت 20 30 كيلو وعاوز اعمل شيب او عاوز اعمل كتله عضليه. مش ان انا في ناس كتير جدا تقول لك ايه ما انا رحت الجيم ما هو ما خسيتش. لا هو الجيم مش هيخسس. من غير نظام غذائي رقم واحد انك لازم تظبط اكلك. صح. مع كورس الانسيليم. بس الرياضه دي حاجه اكسترا عشان صحتك العامه. صح. مش عشان هي اللي هتخسسني. الرياضه بتعمل شيب، بتبني كتله عضليه، بتعمل تنشيط الدوره الدمويه للصحه العامه. ان الرياضه ما بتخسس، اللي بيخسس ان انا اقلل كميات اكلي، ان انا اظبط اكلي، ان انا اظبط يومي، ان انا اظبط نومي، ان انا اشرب ميه كتير. ان انا ممكن انا من اشد الناس اللي بحب امشي على الصيام المتقطع، بس مش بقدر امشي بيه مع الحالات في الاول. في الحالات في الاول محتاجه جايه ما عندهاش اراده، فبتبقى محتاجه اول حاجه تاخد كورس الانسيليم على حسب الحاله، بديها كورس الانسيليم العادي او كورس الانسيليم المكثف. يعني لو حد مثلا عنده امراض مزمنه، حد طفل، بديله كورس الانسيليم العادي. لو حد بقى استخدم منتجات تخسيس كتير او عمل انظمه غذائيه كتير او بقى عنده سوء تغذيه او قله مناعه او الحرق بتاعه بقى ضعيف، فببدا اديله كورس الانسيليم المكثف
ومعاها بيبقى في نظام غذائي. النظام هو كده كده بيكون طول الوقت مش حاسس بالجوع، بس انا بديله النظام عشان تعرف انا هاكل ايه لما اجوع. كويس. معاه بقى متنوع يا دكتور، انت عامله متنوع من الاكل على حسب اكل البيت. وكمان بخليهم ياكلوا على حسب اكل البيت، مش نظام اكل معين. صح. نيجي بقى بعديها الرياضه. والله انا حد بهتم بصحتي وعاوز انشط الدوره الدمويه وعاوز اعمل بقى الطاقه ايجابيه كده واطرد الطاقه السلبيه، مفيش مشكله. كويس. بنمشي معاها بالرياضه، انما بتخس من غير رياضه عادي جدا جدا جدا. وده الطبيعي على فكره، هو الرياضه للصحه العامه وليس لانقاص الوزن. طب ما تكلمينا بقى عن الاناسيليوم كبرودكت، محتواه ايه ومهم بقى، هل هو ضار الامراض اصحاب الامراض المزمنه، هل هو الامراض القلب، هل الناس الستات اللي هم لسه في مرحله الحمل او اللي لسه بترضع، الاطفال يا دكتور، يعني هناخد الاطفال في الاخر، بس قولنا الاول الجزء الخاص باصحاب الامراض المزمنه. تمام. بصي احنا عندنا نوعين من الكورسات، قلنا كورس الانسيليم العادي وكورس الانسيليم المكثف. كويس. انا لو مريض قلب او مريض ضغط انا باخد كورس الانسيليم العادي اللي بيبقى فيه الياف الانسيليم، وبرده لو عندي سكر من الدرجه الاولى انسولين برده باخد كورس الانسيليم العادي. كويس. الكورس ده بيبقى عباره عن الياف السيليم او ماده السيليم هاسك او قشور السيليم، الماده دي بتنزل في المعده فبتعمل بالك وبتخليك تاكل بكميات اقل من اللي انت متعود عليها. ده بالنسبه للالياف الانسيليم. بيبقى معاها للناس اللي عندهم امساك، في كتير جدا بيعانوا من الامساك واثناء الدايت بيبقوا مش قادرين ان هم يستحملوا او بيبقوا مش حابين يعملوا دايت عشان الامساك، بنحط معاها اعشاب المورينجا عشان يعني حلوه جدا الامساك وفيها مالتي فيتامينز كمان. هي. كتير جدا اي بي وسي ودي وحديد للانيميا وللمناعة، يعني فيها مالتي فيتامينز حلوة جدا. كويس. معاها كمان بيبقى فيه القهوة الخضراء اللي هي الجرين كوفي، بديها للناس اللي هم ما عندهمش قلب لأن الكافيين العالي برضو غلط عليهم، أو لو الضغط بتاعهم متظبط شوية بديهم برضو القهوة الخضراء، لو الضغط مش منتظم مش بديها لهم. ده كورس الأنسيليوم العادي، ينفع كمان للأطفال، الألياف تنفع للأطفال. وفي نفس الوقت نيجي بقى الكورس الانسيليم المكثف. كورس الانسيليم المكثف ده للناس اللي هم ما عندهمش امراض مزمنه، مش اطفال، عندهم بيبقى الجرعه بتاعته قويه شويه، بتبقى حلوه للناس الاوفر ويت اللي هم فوق ال 100 كيلو فوق ال 90 كيلو اللي عندهم نسبه دهون عاليه قوي. الناس اللي عندها مشاكل في الحرق، ممكن فيتامين د، عندها مشاكل في الغده الدرقيه، كل الناس دي بشوف الاول لو حد عنده مشاكل في الحرق ايه سببها وبنعالج السبب الاول. يعني مثلا حد عنده نقص فيتامين د لازم اعرف النسبه كام واديله الجرعه المناسبه من فيتامين د مع النظام الغذائي وكورس الانسيليم المكثف. لازم اعالج المشكله الاول قبل ما ادخل في الكورس عشان ناخد نتيجه صح. عشان ناخد نتيجه صح. حد عنده انيميا بشوف بياخد ايه حديد ومعاها نظام غذائي مناسب للانيميا مع كورس الانسيليم المكثف. حد عنده مشاكل في الغده الدرقيه بيبقى متابع مع الدكتور بتاعه، بشوف الالتروكسين بتاعه بياخد تركيز كام، وببدا معاه برده بالنظام الغذائي المناسب للغده الدرقيه مع كورس الانسيليم المكثف. فبنشوف المشكله فين الاول ونحلها. حد عنده مشاكل في الحرق نتيجه ان هو اتبع انظمه غذائيه غلط ونزل كتير جدا على الميزان، وده بيجي لنا كتير قوي، ان حاله ما عندهاش اي مشاكل صحيه بس استخدمت مثلا اتبعت انظمه غذائيه غلط، نزلت كتير جدا كيلوهات على الميزان، اكتشفنا ان احنا نزلنا عضلات، فده بيبقى محتاج ان انا اعمل له نظام غذائي مع كورس الانسيليم المكثف مع شويه تمارين عشان ابني كتله عضليه، عشان عنده ما فيش عضلات خالص فالحرق عنده يعني متدمر. فلازم اشوف المشكله فين واعالجها. هل كورس الانسيليم العادي او كورس الانسيليم المكثف مع الحالتين هيخسوا؟ اوكي. طب خلينا ناخد الصفحات يا دكتور، برضو حضرتك عرفينا بالصفحات وطرق التواصل للي حابب يطلب الانسيليوم. تمام. الصفحات من خلال صفحه اون تارجت فارما او صفحه نهال حافظ على الفيسبوك او انستجرام اون تارجت فارما او انستجرام نهال حافظ. تمام. او ممكن من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه او من خلال واتسابات، اي طريقه للتواصل، المهم ناخد الخطوه وندخل في مبادره قاطع الابيض ونبدا نخس بجد. عاوزين ندخل 2023 بشكل جديد. دي حقيقه. وخصوصا بقى عايز اسالك هنا يا دكتور في حاجه، المبادره الخاصه بقطع الابيض مع الاناسيليوم طبعا، قولي لي بقى هتفيد اولادنا الصغيرين ايه وخصوصا الرياضيين؟ تمام. حلو قوي السؤال ده. بصي مبدئيا احنا قاطع الابيض ان احنا نقطع او نغير عاداتنا دايما مع الصغير اسهل بكتير من الكبير. الكبير لما يبقى عندي حد 40 سنه او 45 سنه
بيبقى متعود على عادات معينه، صعب جدا انك تغيرها له بين يوم وليله. صح. انما الاطفال بتبقى لسه مش متعودين قوي، فانت سهل ان انت تغيريه. الاطفال مجرد ما تعرفي تتعاملي معاهم ازاي، مجرد ما تصاحبيهم، مجرد ما هيبداوا يسمعوا الكلام وهيمشوا معاك، لان هم يعني عنده 7 8 9 سنين يعني مش متعود العادات اللي هو ان انت صعب تغيريها. كمان حاجه، الاطفال بقى من سن 2 سنين لحد سن 7 سنين، السن ده اكتر سن انت ممكن الامهات تعود اطفالها ان هم ممنوع الملح وممنوع السكر وممنوع الدقيق الابيض، لان السن ده هو مش عارف ايه الصح وايه الغلط. مش عارف الطعم ده حلو ولا وحش، مين اللي بيعوده؟ الام. فسهل جدا للاطفال في السن ده ان هم يتعودوا على عادات غذائيه صح. لما يتعودوا على عادات غذائيه صح، ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى عندهم خلايا دهنيه، فمش هيكون عندهم لما يكبروا بقى في سن المراهقه، مش هتلاقي تقول لك ابني فجاه تخن. هو مش فجاه، هو انت ال7 سنين الاولانيين كانت العادات الغذائيه بتاعته غلط، فبقى عنده خلايا دهنيه. لما بدا ما يبقاش عنده انشطه او بدا يقعد في البيت او حركته قلت، بدات الخلايا الدهنيه دي تتنشط، وبدات من قله الحركه بدا يتخن. لكن لما يكون ما عندوش اصلا خلايا دهنيه في اول 7 سنين ان هو ماشي على عادات غذائيه صح، فهتلاقيه حتى لو حركته قلت هو اوريدي ما عندوش خلايا دهنيه عشان يتخن. فاول 7 سنين، ايوه في اول 7 سنين دول اسهل 7 سنين احنا نعود الطفل على عادات غذائيه صح عشان ما يكونش خلايا دهنيه. ورقم 2 كمان يا جماعه، عشان المناعه تبقى قويه، انا لما اعوداه على قاطع الابيض ده من هو 7 سنين و6 سنين و5 سنين، هتلاقي المناعه بتاعته قويه، مش هيحصل له نزلات البرد اللي احنا بنشوفها في اليومين دول بسبب ان هو مناعته ضعيفه. ده بسبب سوء التغذيه. انما لو معوده اطفالي من وهم صغيرين على عادات غذائيه صح، هتبقى مناعتهم قويه، صحتهم كويسه جدا، وفي نفس الوقت هيكون ما عندهمش خلايا دهنيه عشان يحصل لهم سمنه. فالاطفال اسهل بكتير جدا ان احنا نعودهم على مبادره قاطع الابيض. طيب خلينا ناخد الصفحات مره ثانيه يا دكتور معلش. أوكي. عشان لسه في حد متصل وقال ممكن تنزلوها ثاني ما لحقش يصوروا. طيب نعرضها بعد اذنكم. قول لنا يا دكتور دي الصفحه الرئيسيه للشركه، وصفحه نيهال حافظ على الفيسبوك، وصفحه انستجرام اون تارجت فارما وانستجرام نيهال حافظ، وفي نفس الوقت من خلال الارقام او التليفونات اللي على الشاشه هتواصلوا من خلال واتساب. طب ما تقول لنا دكتور بقى يعني حاجه سريعه كده قبل ما نختم، ايه المشروبات الحارقه للدهون تكون في فتره الشتاء واحنا بنحتاج حاجات دافيه تكون مفيده للصحه بجد وحلوه يعني داعمه لينا ولمناعتنا وصحتنا وكده؟ بصي انا بحب المشروب الاحمر، يمكن مش ناس كتير تعرفه، ليه كذا طريقه، بس انا هقول اسهل طريقه ليه. تجيبي اي حاجه لونها احمر، بنجر، ممكن فراوله خوخ، مثلا فراوله رمان. عنب، اي حاجه لونها احمر، طماطم، بتحطيهم مع بعض ومعاهم عصير ليمون او عصير برتقال، ومعاهم كمان سكر سيسيل، ربع معلقه سكر سيسيل، نضربهم في الخلاط ونشربهم. طعمه حلو جدا، حلو جدا للمناعه والصحه. ده روعه ده، والصحه مرة في العامه. الاحمر كلنا. ممكن على فكره بالرمان لو الله بتحب الرمان. هي دي الفتره بقى اللي فيها الفواكه الداعمه فعلا اللي فيها نسب كتير عاليه. نستفيد بقى بالموضوع ده. روعه. او الفراوله والرمان دلوقتي متالقين يعني. ده حقيقي. طيب قول لنا يعني اخر سؤال بقى بالنسبه للسيده الحامل او اللاكتيتنج مانزر. طيب بصي، السيده الحامل انا ما بحبش اقول ينفع ولا لا، هو مكتوب ينفع، بس انا بحب دايما في الحمل الست دايما ترجع لدكتور طبيب النساء بتاعها المسؤول عن حالتها، ان هو اللي يقدر يقول تاخد ايه وما تاخدش ايه، حتى في الفيتامين على حسب يعني كل حاله. حتى الفيتامينات احنا لازم نرجع للدكاتره بتوع النساء في الموضوع الفيتامينات، هو اللي عارف الحاله اكتر. الرضاعه ممكن من بعد شهرين، بس اهم حاجه تعمل تحليل هرمون اللبن كويس. عشان نتاكد ان هو معدلاته طبيعيه عشان نقدر نخس بشكل صح، لان ساعات في وقت الرضاعه بيبقى النزول صعب عشان هرمونات اللبن عندنا بتبقى زياده. فلازم بتظبطها مع برضو دكتور النساء عشان تقدر تنزل ومعدلات كويس. والله يا دكتور انا مبسوطه لان انت جاوبتي على اسئله الحقيقه جات لنا ومبسوطين بيها جدا. احنا جاوبنا يا رب نكون احنا ان شاء الله النهارده مع دكتور نيهال اللي جاوبنا كل اسئله حضراتكم، ومعاكم ان شاء الله برده مستمرين دكتور نيهال معانا، وانا ان شاء الله هنزل من خلال صفحتي ونزلت لكم اللينك وهنزله تاني على اي بوست او فيديو خاص بدكتور نيهال عشان تتواصلوا معاه لاي اسئله خاصه بيكم. اشكر طبعا ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور نيهال حافظ خبيره التغذيه العلاجيه، شرفتيني نورتيني. وبشكر حضراتكم، شكرا جزيلا كل متابعينا الكرام من خلال شاشات قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. من هنا الحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكثر على الله، اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده و
السلام عليكم.